السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على تعزيز صحتكم العامة والمحافظة على لياقتكم البدنية، وكذلك نساعدكم على تحسين عاداتكم الغذائية. وأيضا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية استخدام التمرين بشكل صحيح، وكيفية اختيار التمرين اللي يحتاجه جسمي، وما هو هدفي أساسا من التمرين، الهدف اللي حاب أوصل له، على أساس بناء عليه أقدر أحدد التمرين اللي يحتاجه الجسم أو الرياضة اللي يحتاجها الجسم. أول شيء طبعا الكل عارف الرياضة فيها، عالم الرياضة فيها مئات الرياضات اللي أنت تقدر أنك تلعبها. عندك الكاراتيه، عندك التايكوندو، عندك كرة القدم، كرة الطائرة، أيضا تمارين الحديد، وأيضا عندك الكروسفيت، وأيضا جوجيتسو، يعني رياضات أخرى، عندك الجولف وغيرها من الرياضات الأخرى. ولكن في بعض الرياضات تختلف عن الرياضات الأخرى، مثلا عندك رياضة الجولف ما يكون فيها جهد عالي أو تحتاج قوة عضلات عالية على أساس تساعدك أنك تلعب هذه الرياضة. رياضة الحديد لا، تحتاج عضلات قوية وتحتاج عصب قوي على أساس تقدر تمارس هذه الرياضة. كرة القدم تحتاج لياقة بدنية عالية وتركيز على أساس أنك تقدر أنك تلعب الشوط كامل لمدة 90 دقيقة. فرياضة عن رياضة تختلف، ولكن أنت دائما حاول تجمع ما بين هذه الأمور بالكامل. شلون؟ أول شيء طبعا عندك اللياقة البدنية والقوة البدنية، وأيضا قوة العضلات، وأيضا التركيز في هذه الرياضات تقدر تجمعهم. أول شيء طبعا عندك رياضة كمال الأجسام. رياضة كمال الأجسام أو شخص حاب مثلا يبني جسم يكون متناسق، جسم مثالي، جسم رياضي يحافظ على صحته العامة، من حيث أول شيء أنه يلعب رياضة مثلا الكروسفيت أو رياضة كمال الأجسام، وايضا يلعب رياضه تساعد على زياده لياقته البدنيه. ممكن رياضه الكروسفيت تجمع ما بين هذه الرياضتين، اما خصوصا رياضه الحديد بعض الاشخاص ما يلجؤون حق تمارين الكارديو او التمارين الهوائيه اللي تعتبر من الرياضات اللي تساعد بشكل كبير على بناء جسمهم، وايضا تساعدهم على رفع اللياقه البدنيه. تلاحظ ممكن الشخص الضخم بسرعه يتعب، لياقته البدنيه قليله بسبب ان اعتماد الكلي على تمارين كمال الاجسام، فالعضلات تحتاج ايضا كميه اكسجين انها تمتص من الجسم، فبالتالي هذا الاكسجين هو قاعد يوفره بسبب لياقته البدنيه قليله وما يلعب تمارين الدرج او الكارديو او التمارين الهوائيه. ومن هذه التمارين الهوائيه مثلا او الكارديو عندك مثلا الدرج، عندك القاري، جهاز المشي العادي، أجهزة الروينج، وأيضا الستيبس، فأجهزة كثيرة موجودة عندك. فبالتالي أنت هني عندك كم كبير من هذه الأجهزة راح تساعدك على بناء جسمك. فأفضل طريقة أنك تلعب تمارين كمال الأجسام أو التمارين اللي هي تساعدك على البناء العضلي، تخصص لها وقت معين، وكذلك تخصص وقت معين حق تمارين الكارديو ولكن من غير مبالغة. يعني ما أتمرن ساعة بساعة، لا، مثلا نص ساعة 45 دقيقة إلى مدة 20 دقيقة مثلا في تمارين الكارديو. فهني أنت عادلت ما بين هذول الأمرين وما بين هذه الرياضتين، وسعيت وحفزت جسمك أن يستوعب هذه الرياضة، فبالتالي بنيت عضلات قوية وكتلة عضلية قوية، وأيضا بنيت لياقة بدنية قوية ساعدتك على بناء جسمك والمحافظة على صحتك العامة بشكل كبير. وأيضا لأن التمارين كارديو لها فوائد عديدة وكبيرة راح نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. نراكم من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع الجهاز الموجود بجانبي اللي هو البار، وايضا مثبت فيه اللي هو الوزنين. الوزن عباره الواحد عن 10 باوند، بمعنى تقريبا بما يقارب 5 كيلو. راح نلعب التمرين الاول اللي هو تمرين حق العضله القطنيه اسفل الظهر اللي هو تمرين الديد ليفت، وايضا من بعدها راح نقدم لكم تمارين اخرى. التمرين الاول طبعا هذا التمرين من اهم التمارين، انك لازم تلعبها بالشكل الصحيح على اساس تحس بالتمرين وما يسبب لك اصابه، والافضل دائما لما تلعب التمرين تلبس الحزام اللي هو اللي يكون فيه سيفتي حق الظهر، وايضا تضبه بالكامل على اساس يساعدكم على اللي هو الحفاظ على منطقه الظهر ومن دون اي اصابات. اول شيء طبعا طريقه التمرين الاولى راح تكون كالتالي. راح اخذ اللي هو البار بهذه الطريقه، النزول بهذا الشكل، والصعود بهذه الطريقه. لاحظ هذه طريقة التمرين راح تساعدك بشكل كبير على استهداف عضلة الظهر، وأيضا لاحظ طريقة الجسم بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طبعا الأهم في هذا التمرين أول شيء عند النزول إلى الأعلى، لاحظ من هذه الزاوية راح أبين لك طريقة الجسم وزاوية الجسم، انحناء في منطقة الرجل بهذا الشكل، وايضا اثناء النزول الصدر راح يكون مفروض الى الامام، فبالتالي عمليه الظهر او طريقه الظهر راح تكون مقوسه بهذا الشكل. فالنزول راح يكون بهذه الطريقه وبهذا الشكل، لاحظ. اما اذا ثبت رجلك بهذه الطريقه، اول شيء راح تشتغل معاك العضلات الخلفيه للارجل، ونزلت بهذه الطريقة لاحظ الظهر مقوس إلى الخارج، فالصدر راح يكون إلى الداخل، أيضا راح تسبب لك ممكن إصابة نوعا ما في منطقة الظهر، فبالتالي الطريقة الصحيحة بهذه الطريقة. مرة ثانية أثبت الجسم و تحريك الجسم بهذه الطريقة، عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. هذا بالنسبة حق التمرين الأول. التمرين الثاني اللي بعده راح استهدف فيه عضلة الأرجل الخلفية، فبالتالي راح آخذ القرص. لاحظ قرص بهذه الطريقة، راح أثبت رجلي بهذا الشكل والنزول بهذا الشكل. طبعا طريقة الجسم راح تكون كالتالي، لاحظ الرجل مفرودة معاي بالكامل، فبالتالي الشد حصل لي من عضلة البطات إلى عضلة الفخذ بالكامل بهذه الطريقة. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. ايضا تقدر تلعب التمرين بالنسبه حق عضله الظهر او العضله القطنيه. لاحظ طريقه الجهاز غيرتها معاكم بهذا الشكل، اقدر العب التمرين بهذا الشكل. هذا التمرين راح يساعدني على استهداف ايضا عضلة الظهر اللي هي العضلة القطنية. ايضا عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. وهذه كانت تمارين ان شاء الله في هذه الحلقة. اتمنى ان الشرح كان وافي وكافي وواضح. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.